بسم الله الرحمن الرحيم. The third type of cell surface receptors هو الـ enzyme linked receptors. واضح من الاسم انه انا بتكلم عن receptors بيرتبط فيها enzyme من الـ internal domain، اي من الجزء الداخلي للريسبتور، مثل ما كان بيرتبط الجي بروتين بالريسبتور في موضوع الجي بروتين coupled receptor. طبعا هذا الكلام خاطئ، هذا كلام غير صحيح. ليش غير صحيح؟ لأنه في هذا النوع من الريسبتور اللي هو الإنزيم لينكد ريسبتور، في هذا النوع ما في عندي ارتباط بين الريسبتور وبين إنزيم. طيب ليش سموه إنزيم لينكد ريسبتور؟ تمت التسمية لأنه الانترنال دومين لهذا الريسبتور بيملك انزيماتيك اكتيفيتي، لكن في حالة عدم الارتباط مع الدراج بيكون هذا الانترنال دومين inactive، يعني ما له اي انزيماتيك اكتيفيتي. لكن عند ارتباط الدراج في الريسبتور مباشرة بتغير شكل الريسبتور وبصير الانترنال دومين انزيماتيك اكتيف، وبيبدأ يعمل اكتيفيشن لأذر بروتينز او اذر سبستانسز انسايد ذا سيل عشان يعمل سيجنال ترانزاكشن. هذه المعلومة مهمة جدا، انه ما بيكون في انزيم مرتبط في الانترنال دومين، لا، هو الانترنال دومين نفسه له انزيماتيك اكتيفيتي، لكن بتكون ان اكتيف في حالة عدم وجود الليجند او الدراج. عشان يكون الكلام واضح اكثر راح نفسر هذا، راح نشرح هذا الفيجر. طبعا في عندنا اكثر من نوع من الانزيم لينكد ريسبتورز، الأشهر والأكثر انتشارا ريسبتور اسمه تيروسين كينيز ريسبتور. تيروسين كينيز، شايفين أنا بتكلم عن إنزيم اسمه كينيز. شو يعني كينيز؟ كينيز هو عبارة عن إنزيم وظيفته أنه بيعمل الترانسفير للفوسفيت جروب من الـ ATP للمولوكيول. هذا بشكل عام الكينيز، إنزيم بيعمل الترانسفير للفوسفيت جروب من الـ ATP مولوكيول لا اي سبستانس. طب لما اسميه تيروسين كينيز، واضح الاسم واضح انه انا قاعد بعمل نقل مجموعه فوسفيت من الاي تي بي للتيروسين. هذا هو التيروسين كينيز ريسبتور، يبقى هو نوع من انواع الانزيم لينكد ريسبتور. اشهر امثله على التيروسين كينيز ريسبتور هو الانسولين ريسبتور والابيديرمال جروث فاكتور ريسبتور. طبعا احنا هنشرح في هذا الموضوع الانسولين ريسبتور اللي هنشرحه ان شاء الله في السلايد القادمة. الان نتكلم بشكل عام، تيروسين كينيز ريسبتور هو نوع من انواع الانزيم لينكد ريسبتور. اول شيء هذا الريسبتور بيتكون من بروتين، ولازم يتكون من تو مولكيولز اوف ذا سيم بروتين. لازم هذا واحد، هاي بروتين وهي الثاني، وبكونوا سيبريتد، ما بكونوا متصلين في حالة عدم الارتباط مع الدرج. الآن ممكن يكون هذا البروتين 1 يونت أو سنجل يونت، والآخر طبعا لازم يكون سنجل يونت. وممكن يكون لو نطلع هذا المثال، هذا بروتين وهذا البروتين الآخر، لو نتطلع في عندي ألفا سب يونت وبيتا سب يونت في أول مولكيول، ونفس الشيء في السكند مولكيول في عندي ألفا سب يونت وبيتا سب يونت. معنى الكلام إنه ممكن يكون البروتين المكون للإنزيم أو للتيروسين كينيز ريسبتور ممكن يكون سنجل يونت، ممكن يكون ملتي سب يونت مثل هذا المثال. لكن هذا الكلام مش كتير يعني راح يفيدنا، بس اللي بيفيدنا انه هذول التو بروتينز بكونوا سيبريتد في حالة عدم وجود ليجند او عدم وجود دراج. الان اي بروتين او اي ريسبتور له اكسترنال دومين، مثل ما حكينا هو الجزء اللي بيرتبط او المخصص للارتباط مع الدراج او مع الليجند، وله انترنال دومين. الآن الانترنال دومين أنا بتكلم طبعا عن بروتين، والبروتين بتكون من أمينو أسيد،
بما انه انا بتكلم عن تيروسين كيناز ريسبتور، فانا بتكلم عن انترنال دومين بكون اخر امينو اسيد فيه هو التيروسين، زي ما احنا شايفين تيروسين تيروسين تيروسين، والجزء الثاني تيروسين تيروسين تيروسين. وهذا الدومين، هذا التيروسين ريزيديو له انزيماتيك اكتيفيتي، لكن الان هو ان اكتيف لانه ما في عندي ارتباط مع الليجند. طيب الخطوه الثانيه، لو تم توفر الليجند او الدراج الخاص في هذا الريسبتور، راح يرتبط تو مولكيولز من الليجند. طبعا ليش تو مولكيولز؟ لانه في عندي تو بروتينز، فراح يرتبط. اول ما يرتبط الليجند الاول والثاني في كل بروتين على حده مباشره، بتصير عمليه اسمها دايمرايزيشن، مباشره بتكون عندي الدايمر، بيرتبط البروتين الاول مع الثاني. شايفين ما ترتبط لما صار في عندي انتر اكشن مع الدراج او مع الليجند. طبعا هذا الانتر اكشن بتم من خلال داي سلفايد بوند. اعتقد هنا في هذا الفيجر في خطا في الطباعه، لانه هذا الداي سلفايد بوند فقط بتكون موجوده بعد ارتباط الدراج مع الريسبتور. طبعا هنا ما في عندي دراج، ففي الوضع الطبيعي او الشكل الصحيح انه ما يكون في عندنا داي سلفايد بوند. اعتقد انه هذا خطا في الطباعه. الداي سلفايد بوند فقط بتتكون بعد الانتر اكشن بتوين الليجند اند ريسبتور. نكمل شرحنا للفيجر. الان صار في عندي دايمر، بعد هيك نتيجة تكون هذا الدايمر مباشرة بصير في عندنا اكتيفيشن للانترنال دومين، اللي طبعا ايش اكتيفيشن للانترنال دومين؟ لا التيروسين كينيز بروبرتي، مش احنا قلنا له انزيماتيك اكتيفيتي كينيز لكن بكون ان اكتيف، الان صار اكتيف. طب ايش بيعمل الكينيز؟ الكينيز بيعمل باخذ فوسفيت جروب من الاي تي بي وبروح بحطها لوين؟ على التيروسين ريزيديو. الان صار في عندي فوسفوتيروسين، هذه العمليه اسمها اوتو فوسفوريليشن، انه المركب هو عمل فوسفوريليشن لنفسه من خلال الكينيز بروبرتي اللي تنشطت بعد الارتباط مع الدراج. اوتو فوسفوريليشن، الان هذا المركب صار اكتيف. ايش راح يعمل؟ راح يعمل اكتيفيشن لاذر مولكيولز اور اذر بروتينز انسايد ذا سيل من خلال عمليه الفوسفوريليشن. طلع بيجي المولكيول التارجت بيجي على التيروسين او على الفوسفوتيروسين، وبصير عملية فوسفوريليشن لهذا البروتين، وبعد هيك هذا البروتين بروح بيعمل البيولوجيكال افكت او الفارماكولوجيكال افكت اللي لازم يعمله نتيجة ارتباط الدراج. هذا باختصار شرح التيروسين كينيز ريسبتور. مثالنا على التيروسين كينيز ريسبتورز هو الانسولين ريسبتورز. طبعا الانسولين هو عبارة عن هرمون بيعمل كنترول للجلوكوز ليفل في البلد من خلال انه بيعمل انهانسمنت للجلوكوز يوتيلايزيشن. هذا الفيجر بوضح الميكانيزم اوف اكشن للانسولين، لكن انا راح اعتمد في الشرح على هذا الفيجر لانه بوضح الصورة بشكل افضل. مثل ما احنا ملاحظين انا بتكلم عن تيروسين كينيز ريسبتور، الانترنال دومين عبارة عن تيروسين ريزيديو، إلو كينيز اكتيفيتي لكن ان اكتيف في حالة عدم الارتباط مع الانسولين. الاكسترنال دومين راح يرتبط فيه تو مولكيولز من الانسولين، لان انا بتكلم عن تو بروتينز بكونه هذا الريسبتور. نتيجة ارتباط الانسولين بالريسبتور راح يعمل دايسلفايد بوند، واللي من خلاله راح يتكون الدايمر. مباشرة اول ما يتكون الدايمر بيعمل اوتو فوسفوريليشن او تحفز الكينيز بروبرتي تبعت الانترنال دومين، وراح تعمل اوتو فوسفوريليشن للتيروسين ريزيديو. الان الفوسفوريليت التيروسين راح يعمل فوسفوريليشن لاذر مولكيولز موجوده في الخليه عشان يبين او عشان يظهر الفارماكولوجيكال اكشن الخاص في الانسولين، وهذا راح يتم من خلال عمليه الفوسفوريليشن للانسولين ريسبتور سبستريت. بعد ما يتم فوسفوريليشن لهذا البروتين ايش راح يصير؟ راح يتم تحفيز
تصنيع الجلوكوز ترانسبورتر اللي بدوره راح ينتقل إلى السيرفس أو إلى السيل ممبرين عشان يسمح بمرور الجلوكوز إلى داخل الخلية. وبهيك أنا بكون قللت الجلوكوز من البلد. كمان افكت له إنه بيعمل انهانسمنت للفات سينثيسز. طبعا هذا شيء مهم لأنه عشان أصنع الفات أنا بحتاج إلى الفاتي أسيد، وكلنا بنعرف إنه الفاتي أسيد عبارة عن source of energy، فبالتالي لو أنا استهلكت الفاتي أسيد في تصنيع الفات راح استخدم الجلوكوز الآن في عملية إنتاج الـ ATP، فبالتالي أنا بقلل من الجلوكوز concentration في البلد. أيضا بحفز الجلايكوجين سينتيسز في الليفر وفي السكلتال مسل، وأيضا بهذه الحالة أنا بقلل من الجلوكوز concentration في البلد. وآخر شيء بحفز الجروث فاكتورز والجين اكسبريشن اللي بدورها راح تزود من تصنيع الريسبتور الخاص في ارتباط الانسولين. يعني هذا الجين اكسبريشن راح يحفز من تصنيع الريسبتور الخاص في الانسولين، فبالتالي مور انسولين ريسبتورز مور فارماكولوجيكال افكت للانسولين، فبالتالي حيكون في عندي نورماليزيشن للجلوكوز ليفل في البلد. هذا هو الميكانيزم اوف اكشن الخاص في الانسولين. آخر نوع من أنواع الريسبتورز هو الانتراسيلولار ريسبتورز مثل الستيرويد هرمونز ريسبتورز والثيرويد هرمونز ريسبتورز. هذا الموضوع أنا مش راح أشرحه، لكن أنتم مطالبين فيه بشكل كامل. الموضوع راح يكون على شكل هوم وورك، عليه 5 درجات. لازم تجاوبوا على السؤالين من خلال الموديل فقط، يجب تسليم الإجابة فقط من خلال الموديل، مش راح أقبل أي إجابة من خلال الواتساب أو الإيميل أو أي أشياء تانية. طبعا هذا قرار الجامعة، ويجب تسليم الإجابة بحد أقصى مساء يوم الخميس، يعني حيكون معك 2 يوم للإجابة على هذا السؤال إن شاء الله. طبعا راح أنزل هذا الهومورك بشكل واضح على الموديل، وفي رجاء إنه ما يكون في تكرار للإجابة، لأنه يا جماعة أي إجابات متشابهة أو مكررة راح تلغى هذه الإجابات بشكل كامل، فرجاء ما يكون في تكرار للإجابات. آخر جزئية هنتكلم عنها في الفارماكو داينامكس هي الدوز ريسبونس ريليشنشيب. عشان نفهم هذا الموضوع راح نطرح سؤال: هل في علاقة بين الدراج كونسنتريشن والدراج افكت اون ذا بادي؟ أكيد في علاقة، والعلاقة طردية. بمعنى كل ما كان في عندي more drug concentration أكيد راح يكون في عندي more pharmacological effect، هذا شيء بديهي. لكن الأفضل إنه أحكي more drug concentration at the site of action، راح يكون في عندي في الحالة هاد more drug effect. ليش حكيت هذا الكلام؟ لأنه site of action هو الريسبتور، وارتباط الدراج مع الريسبتور هو اللي راح يعطيني الفارماكولوجيكال افكت، فبالتالي مور دراج كونسنتريشن ات ذا سايت اوف اكشن نتيجته مور دراج انتر اكشن وذ ريسبتورز، النتيجه حيكون في عندي مور فارماكولوجيكال افكت. طب ليش هذا الكلام ادق من كلمه كونسنتريشن لحالها؟ لانه هل الـ Drug Administration أو الـ Administrated Dose، لنفرض أنه أنا في Drug صار له Administration بدوز 500 ملي جرام، هل الـ 500 ملي جرام هذه كلها راح تصل للـ Site of Action؟ ما بنقدر نجزم، ممكن ممكن لا. ليش؟ لأنه أخفي أول شيء أنا بتكلم عن Drugs، ما بتكلم عن Drug واحد بشكل عام، هذا مصطلح بوضح اللي هو الـ Dose Response Relationship، هذا لكل Drugs مش فقط لون Drug. فبالتالي كل دراج له فارماكو كينيتيك بروفايل خاص فيه، في ابزوربشن، في ديستريبيوشن، في ميتابوليزم، وفي اكسكريشن. فبالتالي لا يعني انه انا انه الدراج صار له ادمنستريشن ب 500 ملغ، لا يعني انه ال 500 كلها راح تكون ات ذا سايت اوف اكشن، ممكن يكون 10 ملغ فقط، ممكن يكون 20، ممكن يكون 50، ما بنعرف. فبالتالي الافضل انه نحكي more drug concentration at the site of action راح يعطيني more pharmacological effect. الان هذا الكلام يعبر عنه بالdose response relationship.
شو تعريف header relationship؟ هي عبارة عن relationship which describes the magnitude of a drug effect on the body caused by different concentration of the drug. كلام واضح جدا. Different concentration of a drug راح تعطيني different magnitude of the drug effect. يعني اختلاف في قوة الإفكت. عمليا يعبر عن هذا relationship بالgraded dose response curve. graded يعني gradual، يعني تدريجي، يعني تدريجي زيادة step by step. هذا الفيجر هيو، هذا هو الجريدد دوز ريسبونس ريليشن شيب. الاكس اكسس هو الدراج كونسنتريشن، الواي اكسس هو البيرسنت اوف دراج افكت. واضح هاي الدراج افكت اللي باللون الاحمر، واضح كل ما كان في انه هذا الدراج افكت قاعد بيزيد بازدياد الدراج كونسنتريشن، هذا شيء منطقي. لكن بصل لمرحلة ما فيها اي نوع من انواع الزيادة، هذا بسموه steady state، خلص ما في عندي زيادة، في عندي ثبات في الإفكت. ليش عندي ثبات؟ لو بدي أطلع وين هذا اللاين بيعطيني لو نزلت عمود على الواي أكسس، راح أصل لل 100% of drug effect، خلص ما في عندي أعلى من ال 100%، هذا هو الماكسيمم إفكت. طب إيش يعني ماكسيمم إفكت؟ معنى الماكسيمم إفكت إنه الدراج at the site of action ارتبط بكل الريسبتورز اللي موجودة في التشو أو في السل، فبالتالي مش راح يكون في عندي ريسبتورز جديدة عشان الدرج يرتبط فيها، خلص كل الريسبتورز صار فيها ارتباط مع الدرج، هذا بسموه occupied receptors، ما في ريسبتورز جديدة ما في interaction بينهم وبين الدرج، كله في interaction، فبالتالي هذا هو الماكسيمم افكت. الان من خلال هذا الكيرف في عندي قيمه مهمه جدا، هذه القيمه ممكن نستخدمها في المقارنه بين الدراج بوتنسي قوه الادويه، هذه القيمه اسمها EC50. ايش تعريفها؟ هو عباره عن الدراج كونسنتريشن which can produce 50% of the drug effect، هو عباره عن الدراج كونسنتريشن which can produce 50% of drug effect. طيب انا لو سألتك سؤال الان، لو عندي drug بيعطيني ال 50% of effect عن طريق استخدام 5 ملي جرام، ودراج اخر بيعطيني نفس ال 50% من خلال دوز 100 ملي جرام، من اقوى؟ اكيد كل ما قلت قيمة الـ EC50 كل ما كان الدراج مور بوتنت، هذا الكلام راح يكون واضح بهذا الفيجر. الان هذا الفيجر الثاني والفيجر الثالث نفس الشيء، الاختلاف ما بينهم هو بالدراج كونسنتريشن في الاكس اكسس، هنا الدراج كونسنتريشن از دراج كونسنتريشن، هنا في عندي لوج دراج كونسنتريشن. هذا الفيجر بقارن بين دراج اي ودراج بي، بدنا نشوف مين الدراج المور بوتنت. لو نطلع على دراج A ودراج B تقريبا التو دراجز وصلوا لل 100%، يبقى أنا ما في عندي اختلاف إنه الدراج A والدراج B راح يعطيني الماكسيمم افكت، ما في عندي اختلاف. أنا الآن بدي أشوف مين هو الدراج البوتنت، مين هو الدراج الأقوى، هل هو A ولا B؟ مين بيحدد هذا الكلام؟ اللي راح يحدد هذا الكلام هو الـ EC50، بمعنى مين هو الدراج اللي احتاج الى دوز اقل او كونسنتريشن اقل عشان يعطيني ال 50% of drug effect. الان كيف نحسبها؟ هذه هي ال 50% of drug effect، بنزل خط عمودي على الكيرف الخاص في كل درج على حده، وبعدين بنزل خط اخر على الاكس اكسس عشان اشوف الدرج كونسنتريشن، هذه هي ال 50%، بنزل خط على الكيرف الخاص في الدرج A، وبعدين بشوف ايش بقابله في الاكس اكسس، بلاحظ انه الدراج A يحتاج الى كونسنتريشن 20 ملي جرام لكل دي سي عشان يعطيني ال 50%. طب دراج B بنزل خط عمودي على دراج B، ومن ثم بنزل خط على الاكس اكسس، بلاحظ انه الدراج B يحتاج الى 40 ملي جرام لكل دي سي لتر عشان يعطيني ال 50%. اذا مين الدراج المور بوتنت؟
أكيد الدرج إيه هو المور بوتنت، لأنه يحتاج إلى كونسنتريشن أقل عشان يعطيني the same effect of the drugs. إذا من خلال الدوز ريسبونس كيرف وبالتحديد من خلال الـ AC50 بقدر أحدد الـ potency of drugs وبقدر أقارن between drug potency. تعريف الـ potency هي عبارة عن the drug concentration which is required to produce a given magnitude of an effect. أيضا من خلال الـ dose response curve بنقدر نحدد الـ drug efficacy فعالية الدواء، وهي الـ magnitude of the drug response after its binding with the receptor، بمعنى هي مقدار الـ pharmacological effect أو الـ drug effect اللي بنحصل عليه نتيجة ارتباط الـ drug في الـ receptor. هل نتيجة ارتباط الـ drug مع الـ receptor بيعطيني 100% of the effect، 50% of the effect أو 10% of the effect؟ هذا هو الإفكاسي. يبقى أنا في الإفكاسي بعتمد على الإي ماكس، على الماكسيمم إفكت. ما هي قيمة الإفكت، الماجنتيود أوف ذا إفكت نتيجة أو بعد ارتباط الدراج مع الريسبتور؟ طبعا في فرق واضح بين البوتنسي أوف ذا دراج وبين الإفكاسي أوف ذا دراج. البوتنسي هو عبارة عن الكونسنتريشن اللي أنا احتاجته عشان الدراج يحصل يعطيني فارماكولوجيكال إفكت. أما الإفكاسي هو مقدار الفارماكولوجيكال إفكت نتيجة ارتباط الدراج مع الريسبتور. هذا الكلام راح يكون واضح أكثر في التو فيجرز اللي أمامنا. في الفيجر الأول الكير بيمثل لي أو بوضح أو بقارن بين دراج A ودراج B ودراج C. هلا لو سألنا مين هو الدراج اللي يعتبر the most potent drug؟ طبعا في الحالة هذا راح اعتمد على مين؟ راح اعتمد على قيمة الـ EC50. كيف يعني؟ الدراج اللي احتاج الى concentration اقل عشان يعطيني الـ 50% of the effect هو اللي حيكون له most potent drug. لو نطلع هاي الدراج A، هاي الـ 50%، هاي الـ 50%، هذا هو الدراج A، احتجت إلى قيمة. ونفس الكلام الدراج B، احتجت إلى قيمة أكثر، فبالتالي الدراج A is more potent than الدراج B. طيب لو بدي أقارن الدراج B مع الدراج C، الآن هذا الـ 100% of الدراج A and 100% of الدراج B، لكن بالنسبة لـ C هذا هو ال 100%، يعني ال 50% للدراج C، عفوا ال 50% للدراج A والدراج B هي تمثل ال 100% of الدراج C، فبالتالي ال 25% of الدراج A راح تمثل ال 50% of الدراج C. إذا هذه هي ال 50% للدراج C، وهذا هو ال concentration ال EC50. فأكيد راح يكون إنه الـ drug B is more potent than drug C. يبقى الأقوى هو A ورقم 2 B ومن ثم C. الآن هذا بالنسبة للبوتنسي. طب للإفكاسي، الإفكاسي هي الـ magnitude of the effect، يعني بدي أعرف مين الـ drug اللي وصل للـ 100% ومين الـ drug اللي كان أقل من هيك. لو نطلع بنلاحظ انه دراج A ودراج B وصلوا الى ال 100%، يبقى بقدر احكي انه دراج B دراج A is more potent than دراج B، ودراج A and دراج B has the same efficacy. دراج A is more potent than دراج B، لكن دراج A and دراج B has the same efficacy. طب نيجي على C. C هل الدراج سي وصل لل 100%؟ لا، هاي 100% هو ما وصل، هو وصل لل 50%. يبقى الدراج سي له من حيث الافيكاسي has lower efficacy. الدراج سي has lower potency and lower efficacy. الان رح نتكلم عن موضوع مهم وهو الانترنسيك اكتيفيتي اوف ذا دراج. كتعريف
its the ability of the drug to activate its receptor. بمعنى هل ارتباط الدراج مع ريسبتور بيعمل complete activation لهذا الريسبتور أو بيعمل partial activation لهذا الريسبتور؟ إذا بيعمل complete activation بنحكي إنه هذا الدراج له full intrinsic activity، أما إذا بيعمل partial activation فبنحكي إنه هذا الدراج له partial intrinsic activity. ولازم أنتبه منيح إنه أنا بتكلم الآن عن one receptor مش عن number of receptors، يعني أنا ما بحكي عن efficacy، أنا بتكلم عن degree of activation ل one receptor complete ولا partial. إذن بالاعتماد على degree of intrinsic activity تقسم الدراجز إلى two types agonist or antagonist. واضح من الاسم انهم عكس بعض agonist and antagonist. الان عشان نفهم هذا المصطلح منيح اللي ايش هو الagonist وايش هو الantagonist لازم نحدد شغله. الان كلنا بنعرف انه الدراج هو عباره عن exogenous substance لانه انا بعمل له administration، والهدف من الدراج administration وضحنا ان احصل على الفارماكولوجيكال effect من خلال ارتباط مع ريسبتور. الآن هذا الريسبتور هل الجسم صنعه فقط عشان يرتبط في الدراج اللي هو في الإكسوجينس؟ أكيد لا، هذا الريسبتور موجود في جسمنا من قبل أصلا ما نصنع الدراج. طب هو ليش موجود في الجسم؟ أكيد موجود في الجسم عشان يرتبط في إندوجينس سبستانس، مادة موجودة أصلا في جسمنا. عشان نوضح الكلام أكثر، شرحنا أثناء المحاضرات أو ذكرنا مصطلح الأدرينيرجيك ريسبتور، قلنا هذا الريسبتور موجود في الجسم عشان يرتبط في الأدرينالين، والأدرينالين عبارة عن إندوجينس سبستانس. الآن لو ارتبط الأدرينالين في الريسبتور بيعطيني أكشن. طيب الآن تم تصنيع دراجز، تم تصنيع دراجز بتشبه الأدرينالين، فبالتالي هذه إكسوجينس. لو أنا عملت لها أدمينستريشن راح ترتبط في الريسبتور الخاص في الأدرينالين وتعمل لي أكشن، وهذا هو الأجونست. هذا هو الأجونست. يبقى الأجونست هو عبارة عن دراج يعني إكسوجينس سبستانس which binds with the receptor and gives a response mimic the response of endogenous ligand. mimic يعني بتشبه، يعني هو مادة أنا بترتبط في ريسبتور وبتعطي effect، هذا الإفكت بيشبه الإفكت تبع الإندوجينس سبستانس، هذا هو الأجونست. طيب ما دام بتكلم عن مادة بترتبط في ريسبتور وبتعطيني أكشن، معنى الكلام إنه هذه المادة اللي هو الدراج أو الأجونست له intrinsic activity لأنه حفز الريسبتور. الآن بالاعتماد على الـ degree of intrinsic activity لهذا الأجونست يقسم الأجونست إلى ثلاث أقسام أو إلى ثلاث أنواع: full agonist, partial agonist و reverse agonist. طبعا مش هحكي عن الـ reverse agonist ومش مطلوب منكم، احنا هنتكلم عن الـ full agonist والـ partial agonist. لكن قبل ما نتكلم عنهم بدنا نشوف الـ antagonist. الآن الأنتاجونست شيء عكس الأجونست. طب شو تعريف الأجونست؟ الأنتاجونست، الأنتاجونست كمان هو دراج، هو إكسوجينس سبستانس. شو تعريفه؟ هو الأنتاجونست هو عبارة عن دراج which can reduce or block the response of endogenous substance or the response of agonist. الأنتاجونست هو عبارة عن سبستانس ممكن تعمل reduction or blocking لل effect of endogenous substance أو الأجونست. طب ما دام بتكلم عن reduce أو blocking فأنا بتكلم عن drugs بتمنع شغل الريسبتور، يبقى بقدر أقول إنه الأنتاجونست إلها zero intrinsic activity. هذا شيء مهم، الأجونست له intrinsic activity إما بكون full or partial، أما الأنتاجونست له zero intrinsic activity، وراح نوضح هذا الكلام في السلايد القادمة. الآن نيجي على الفول أجونست.
والبارشل أغونست. شو تعريف الفول أغونست؟ من خلال هذا الفيجر بنقدر نحدد أو نعرف الفول أغونست والبارشل أغونست. الفول أغونست واضحة، فول أغونست هو عبارة عن دراج produce complete activation of the receptor، يبقى له full intrinsic activity. أول ما يرتبط هذا الدراج بالريسبتور بيعطي complete activation لهذا الريسبتور. طبعا أكيد هذا الموضوع له علاقة بالconcentration كمان، يعني معنى الكلام إنه كل ما أنا كان في عندي concentration أكثر ودراج له intrinsic activity أكثر، فبالتالي أنا بتكلم عن full agonist. طيب نشوف البارشل اغونست. البارشل اغونست هي اللون البلو. بارشل اغونست هو عبارة عن دراج بيرتبط في الريسبتور، هو بيرتبط وبيعطيني ريسبونس، هي اعطاني ريسبونس، لكن هذا الريسبونس ما بيصل لل 100%. يبقى انا له ايش؟ له بارشل انترنسيك اكتيفيتي، ما بيقدر يصل للماكسيمم افكت حتى لو الكونسنتريشن زاد. طلع هاي الكونسنتريشن، كل ما انا زودت الكونسنتريشن البارشال افكت بيزيد لكن ما بصل الى الـ 100%. اما الفول اجونست لا، مع الكونسنتريشن بنلاحظ انه بصير في عندي كومبليت اكتيفيشن اوف ذا ريسبتور. هذا هو الفول اجونست والبارشال اجونست. اذا لو سالنا سؤال، هل في امكانيه انه البارشال اجونست يصير فول اجونست إذا زودت الكونسنتريشن لإله؟ طبعا لا يمكن، مهما زودنا الكونسنتريشن للبارشل أجونست فراح يضل هو بارشل، لأنه طبيعة هذا الدراج أو هذا الإكسوجينس سبستانس ما بتقدر تعمل أكتيفيشن أو ما بتقدر تعمل كومبليت أكتيفيشن للريسبتور. النوع الثاني من الدراجز هي الأنتاجونست، وهي الدراجز اللي بتعمل blocking or decreasing the response of endogenous substances أو الأجونست. وحكينا إنه هذه الأجونست إلها zero intrinsic activity لأنها ما بتقدر تعمل activation للريسبتور. الآن عشان نقدر نشوف الريسبونس تبع الأنتاجونست دراجز لازم يكون في عندي الأجونست موجود أو الإندوجينوس سبستانس موجود. عشان نوضح هذه الفكرة، مرضى الهايبرتنشن، الناس اللي بيعانوا من ارتفاع ضغط الدم بتعالجوا في دراج اسمه أتينولول. هذا الدراج شغله بيتا بلوكر. بيتا بلوكر واضح انه في عندي ريسبتور اسمه بيتا ريسبتور، هذا الريسبتور موجود في الهارت، راح ناخذ ان شاء الله في المحاضرات القادمة. هذا الريسبتور موجود في الهارت مثل ما حكيت، وظيفته انه بيعمل بزود من الكونتراكتيليتي اوف ذا هارت مسل، فبالتالي بزود من الهارت ريت. الان مين بيرتبط فيه اندوجينس؟ الادرينالين. الادرينالين بيرتبط فيه فبزود الهارت ريت. الان الناس اللي عندهم هايبرتنشن في عندهم انكريزنج في الهارت ريت، فبياخذوا الاتينولول اللي بيرتبط في البيتا ريسبتور وبيمنع تاثير الادرينالين. شايفين؟ هو منع تاثير الادرينالين، هو ما عمل intrinsic activity للريسبتور، هو منع تأثير الأدرينالين على الريسبتور. هذا هو الأنتاجونست. الآن في عندنا أنواع من الأنتاجونست، في عندي نوع اسمه competitive antagonist، نوع اسمه non-competitive antagonist ومنقسم إلى قسمين، والنوع الثالث اسمه functional antagonist أو physiological antagonist. نبدأ بأول نوع وهو competitive antagonist. من الاسم كومبتيتيف يعني تنافسي، يعني حيكون في تنافس بين الأجونست والأنتاجونست. الآن عشان أقدر أحكي إنه هذا الأنتاجونست كومبتيتيف لازم يتحقق ثلاث شروط. الأول لازم الأنتاجونست يرتبط في نفس الريسبتور وكمان يرتبط بنفس البايندينج سايت. الآن ليش حكينا نفس البايندينج سايت؟ لأنه في بعض الريسبتورز إلها أكثر من بايندينج سايت، فبالتالي الشرط الأول لازم الأنتاجونست يرتبط بنفس الريسبتور ونفس البايندينج سايت الخاص في الأجونست. هذا أول شرط. الشرط الثاني لازم الأنتاجونست يكون له more affinity للريسبتور than agonist. الأفينيتي هي القابلية،
او الميول، ميول الدراج للريسبتور. فالشرط الثاني لازم الانتاجونست يكون له مور افينيتي. الشرط الثالث لازم يكون ارتباط الانتاجونست بالريسبتور لازم يكون ريفيرسيبل. هاي ثلاث شروط. الان لو اخذنا دراج A وهذا كان اجونست وبيرتبط في ريسبتور معين، وبعد فترة اعطينا هذا الشخص دراج B وكان لدراج B كومبتيتيف انتاجونست للدراج A، ايش النتيجة؟ النتيجة انه دراج B اللي هو الانتاجونست راح يصل لهذا الريسبتور وراح يعمل ديسبليسمنت للدراج A. ليش عمل ديسبليسمنت؟ عمل ازاحة، لانه الدراج B اللي هو الانتاجونست له مور افينيتي للريسبتور، فحيروح على الدراج A المرتبط في الريسبتور وراح يطلع دراج A من مكان الارتباط ويحل هو مكانه. فبالتالي تأثير الانتاجونست، عفوا، فبالتالي تأثير الاجونست راح ينتهي، لانه ما في عندي ارتباط الان بين الاجونست وبين الريسبتور. هذا هو الكومبتيتيف انتاجونست. السؤال اللي بنطرحه الان، هل في إمكانية إنه أرجع تأثير الأجونست في وجود الأنتاجونست؟ سؤال مرة تانية، هل في إمكانية إن أرجع تأثير الأجونست دراج في وجود الأنتاجونست؟ هذا فكروا فيه وبتعطوني الإجابة إن شاء الله عن طريق الجروب. النوع الثاني من الانتاجونست هو نون كومبتيتيف انتاجونست، والاسم واضح، ما في تنافس، ما في تنافس بين الاجونست والانتاجونست. طبعا في نوعين من النون كومبتيتيف انتاجونست، النوع الاول الريفرسيبل انتاجونست والنوع الثاني الوستريك انتاجونست. الريفرسيبل انتاجونست عشان اقدر احكم انه هذا الدراج الريفرسيبل انتاجونست، اول شيء لازم يرتبط في نفس الريسبتور وبالتحديد نفس البايندينج سايت. هذا اول شرط، نفس الريسبتور ونفس البايندينج سايت. طبعا موضوع الافينيتي مش ضروري، ممكن يكون له هاي مور افينيتي او ليس افينيتي، هذا الموضوع مش كتير ضروري في موضوع النان كومبتيتيف، لكن اذا كان له مور افينيتي بيكون طبعا افضل. الشرط الثاني لازم الارتباط يكون irreversible، لازم الارتباط يكون الريفرسيبل. فبالتالي لو عندي دراج A اجونست بيرتبط في ريسبتور وبيعطيني افكت، وبعد فترة اعطينا دراج B وكان الريفرسيبل انتاجونست، ايش اللي راح يصير؟ راح يروح الدراج B على الريسبتور وراح يعمل ديسبليسمنت للدراج A ومن ثم يرتبط. الان الارتباط تبع الانتاجونست و الارتباط الانتاجونست بالريسبتور ايش ماله؟ الريفرسيبل. الان السؤال، هل في امكانيه ان ارجع تاثير الاجونست في وجود الريفرسيبل انتاجونست؟ برضو هذا السؤال انتم راح تجاوبوا عليه. النوع الثاني من النون كومبتيتيف انتاجونست هو الالوستريك انتاجونست. هذا شويه مختلف، هذا عباره عن دراج بيجي على ريسبتور مرتبط فيه أجونست، لكن ما بيرتبط في نفس البايندينج سايت، بيرتبط في بايندينج سايت آخر. يعني ريسبتور بيكون في عنا تو بايندينج سايت، واحد خاص في الأجونست والآخر للأنتاجونست. الآن كيف بيشتغل هذا الألوستريك أنتاجونست؟ لما يجي الالوستريك انتاجونست ويرتبط في البايندينج سايت الخاص فيه بيعمل كونفورميشنال تشينج في الريسبتور، فبالتالي بيمنع ارتباط لنيو اجونست في الريسبتور. نعيد مره ثانيه، الان في عندي ريسبتور، هذا ريسبتور فيه تو بايندينج سايت، الاول مرتبط فيه اجونست واعطاني افكت. الان انا بديش هذا الافكت، ايش بدي اعمل؟ بدي اعطي انتاجونست، نوع الانتاجونست الوستريك انتاجونست. بيجي الالوستريك انتاجونست بيرتبط في another binding site لكن على نفس الريسبتور، انتبهوا منيح، another binding site على نفس الريسبتور بيجي بيرتبط. الان هذا الارتباط بيعمل confirmation change في الريسبتور،
الاجونست الاولاني اللي مرتبط اكيد راح يطلع، لانه كل دراج بيرتبط في الريسبتور راح يتحرر ويطلع منه تاني. الان نتيجه الكونفيرمري تشينج اللي صار، هل حيقدر النيو اجونست انه يرتبط في البايندنج سايت الخاص فيه؟ اكيد لا، لانه شكل الريسبتور اتغير. فبالتالي بالحاله هاد احنا بنكون وقفنا او قللنا من تاثير الاجونست. هذا بالنسبه للنوع الثاني من النون كومباتيتيف انتاغونست. النوع الاخير هو الفانكشنال انتاغونست او فيسيولوجيكال انتاغونست، هذا شوي مختلف عن الكومباتيتيف والنون كومباتيتيف. في حاله الفانكشنال انتاغونست احنا بنتكلم عن تو اندوجينس، بتكلم عن تو اندوجينس سبستانسز. كل اندوجينس سبستانس له ريسبتور مستقل، لكن الفارماكولوجيكال افكت للتو ريسبتورز عكس بعض، بكون يعني كأنه بتكلم عن انتاغونست. تاني فانكشنال انتاغونست عبارة عن تو اندوجينس سبستانسز، كل اندوجينس سبستانس له سبيسيفيك ريسبتور، الافكت تبع هاد الريسبتورز عكس بعض. ناخذ مثال، في عندنا اندوجينس سبستانس اسمه الادرينالين او الابنفرين، هو نفس الشيء، والثاني الهيستامين. الادرينيرجيك بيرتبط في ريسبتور اسمه بيتا ريسبتور، وين موجود؟ موجود في اللنج، وبالتحديد اسمه بيتا 2 ريسبتور، لانه هنشوف انه في انواع، في بيتا 1 وبيتا 2 وبيتا 3. الهيستامين كمان له ريسبتور اسمه هيستامينيك ريسبتور، موجود في اللنج، ورقمه او نوعه H1 ريسبتور. الان 2 ريسبتورز موجودين في اللنج في نفس الاورجان، لكن ريسبتورز مختلفين ولهم ديفرنت اندوجينس سبستانس. الآن لما يرتبط الهيستامين في الـ H1 ريسبتور اللي في اللنج راح يعطيني برونكو كونتراكشن أو برونكو كونستريكشن، لكن لما يرتبط الأدرينالين في البيتا 2 ريسبتور اللي في اللنج إيش يعمل؟ هيعمل برونكو ريلاكسيشن. واحد عمل كونتراكشن، واحد عمل ريلاكسيشن، فبالتالي تو أوبوزيت أكشن، فهذا اسمه فانكشنال أنتاغونست. وبهيك بنكون اتعرفنا على الاجونست دراج وعلى الانتاجونست دراج، وضروري تجاوب على السؤالين اللي طرحناهم. اخر موضوع هنتكلم عنه في هذا الشابتر هو الكوانتال دوز ريسبونس ريليشن شيب، واللي من خلاله بنقدر نحدد الثيرابيوتيك اندكس، اللي ممكن نسميه ثيرابيوتيك ويندو، وسميناه بالفارماكو كاينتكس بالثيرابيوتيك رينج. الان كتعريف، الثيرابيوتيك اندكس هو عباره عن الريشيو في الدوز اللي بتعطيني توكسيك افكت في 50% من البابيوليشن اللي بتستخدم الدواء، الى الدوز اللي بتعطيني ثيرابيوتيك افكت في 50% من البابيوليشن اللي بتستخدم نفس الدواء. هذا هو القانون اللي من خلاله ممكن نحسب الثيرابيوتيك اندكس. الان كمصطلح او كقيمه، هذه القيمه مهمه جدا، لانه انا من خلال الثيرابيوتيك اندكس بقدر احدد هل انا بتعامل مع توكسيك دراج او مع سيف دراج. طبعا كيف بنحدد؟ من خلال قيمه الثيرابيوتيك اندكس. طب هو شو الافضل؟ هل الافضل يكون في عندي هاي فاليو اوف ثيرابيوتيك اندكس ولا لو فاليو اوف ثيرابيوتيك اندكس؟ طبعا الفيجر هذا بوضح الاجابه على السؤال اللي سالناه. لو نطلع على هذا الفيجر بنلاحظ انه انا في عندي رينج واسع، في عندي فرق ما بين الدوز اللي بتعطيني ثيرابيوتيك افكت والدوز اللي بتعطيني توكسيك افكت، فبالتالي انا بتعامل او انا بتكلم عن سيف دراج، لانه في عندي هاي فاليو اوف ثيرابيوتيك ويندو. لكن لو طلعنا على هذا الدراج بنلاحظ انه ما في عندي فرق كبير ما بين الثيرابيوتيك دوز وما بين التوكسيك دوز، فبالتالي انا بتكلم عن توكسيك دراج، والتعامل مع هذه الادويه بيكون لازم يكون بحذر شديد، لانه اي خلل في الجرعه راح نشوف التوكسيك افكت بشكل واضح. فبالتالي لازم نتعامل بحذر شديد مع الدراجز اللي لها
low therapeutic index. أما الأدوية اللي لها high therapeutic index فهي safe drug والتعامل معها بكون سهل. بهيك بنكون انهينا من شرحنا للشابتر الثاني اللي بيتعلق بالفارماكوداينامكس. أتمنى تكون الأمور واضحة والمفاهيم كلها واضحة. طبعا أي استفسار أو أي سؤال ممكن تجهزوه، عشان راح نحدد موعد لميتينج نناقش فيه جميع الاستفسارات والأسئلة اللي بخصوص هذا الشابتر. ويعطيكم العافية، وما تنسوا الهوم وورك اللي طلبته منكم. السلام عليكم ورحمة الله.